إلى غاية، وهذه الغاية هي تلك النقلة النوعية من دار الفناء إلى دار البقاء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم كتابه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا القائل في سنته: أكثروا من ذكر هادم الذات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا يتنافسون في أفعال الطاعات ويبتعدون عن كل المنكرات، فنالوا بذلك رضا الله في الدنيا والآخرة. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، جمعنا الله جل جلاله في هذه الليلة المباركة، تحديدا في هذا المكان المبارك. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وللمرحوم ولوالدنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. معاشر الإخوة، نتوجه جميعا إلى الله عز وجل أن يرحم المرحوم وأن يتجاوز عنه وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يجعله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يرزق أهله وأولاده وأصهاره وأقاربه صبر المؤمنين، صبر المحسنين، صبر الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الإخوة، يقول الله جل جلاله: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. تأملوا هذه الآية الكريمة معاشر الإخوة، يقول تعالى: ولقد أرسلنا نوحا. اللام موطئة لقسم محذوف تقديره: والله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. نوح شيخ الأنبياء، ذكره الله جل وعلا 43 مرة في القرآن الكريم. ذكره صلى الله عليه وسلم تارة يكون تعزية لنبينا صلى الله عليه وسلم، وتارة يكون تسلية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. لاحظوا معشر الإخوة أنه عاش عمرا مديدا، عمرا طويلا في قومه، يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام والأوتان، إلا أن قومه تفاعلوا مع دعوته سلبيا ولم يتفاعلوا معها إيجابيا. لذلك لما تسرب الياس إلى قلبي قال في آخر المطاف: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وأصلها: يا رب، فحذف حرف النداء لأن المنادى قريب وهو الله جل جلاله. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فهو لا يقصد تخريب الديار، وإنما يقصد ساكن الديار عليه السلام. في سورة الزمر خطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قائلا: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة
عند ربكم تختصمون. خطاب إلهي، خطاب رباني، مفاده مضمونه: إنك يا محمد ميت، إنك ميت. وفرق أهل اللغة والاختصاص بين ميت وميت. ميت بالتضعيف بمعنى ستموت مستقبلا، وميت بالتخفيف بمعنى أنه مات وقضي الأمر وحمل إلى المدفن أو إلى المقبرة. إنك ميت وإنهم ميتون، بمعنى أنك ستموت وأن أعداءك وخصومك بدورهم سيموتون. ثم ماذا؟ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي تتقادون وتترافعون في محكمة عليا يترأسها الله رب العالمين. أحكامه نافذة فينا، أحكامه عادلة، أحكامه لا تقبل التعرض ولا الاستئناف ولا الطعن بحال من الأحوال. وفي سورة الأنبياء خاطبه مرة أخرى قائلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. تأملوا إخواني الكرام مرة أخرى هذا الخطاب الرباني، هذا الخطاب الإلهي الذي يقول فيه الله جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم: لم نجعل لأحد قبلك البقاء ولا الخلود في هذه الدنيا الفانية، بل ولا بعدك، الكل إلى الزوال، الكل إلى الفناء، ولا يدوم إلا الحي القيوم سبحانه وتعالى. ثم يقول له: أفإن مت فهم الخالدون، بمعنى هل لا إذا مت أن أعداءك سيخلدون بعدك؟ الجواب محذوف تقديره: لا يخلد أحد في هذه الدنيا الفانية. معاشر الإخوة، في سورة الرحمن عروس القرآن يقول الرحيم الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل أداة من أدوات العموم تفيد الشمول والاستغراق. كل من عليها أي كل من على الأرض فهو إلى الزوال، فهو إلى الفناء. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، والمقصود بالوجه الذات العليا لله سبحانه وتعالى. في وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. ونحن نتساءل: هل لله عز وجل وجه؟ نعم، صرح القرآن بهذا، كما أن له يمين. يقول تعالى في سورة الزمر: والسماوات مطويات بيمينه. له يد، يد الله فوق أيديهم، كما هو وارد في سورة الفتح. إلا أن التجسيد والتشبيه لا يجوز إطلاقا. عندما نقول يد الله فوق أيديهم، يد الله تعني الغلبة والقوة، وليست مشكلة من أصابع وأظافر وبنان. يقول تعالى في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله أكبر. والعز عن إدراكه إدراك، كما قال أهل العلم. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء على العرش فقال:
الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال بدعة. ولذلك قال: أخرجوا عني هذا المبتدع، وطرد السائل. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. لاحظوا كيف كان سلفنا الصالح يتعامل مع هذه الأسئلة. لذلك نقول: التشبيه والتجسيد لا يجوز إطلاقا. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول تعالى: كل نفس ذائقة الموت، بمعنى كل نفس ستذوق الموت لا محالة. ثم قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، تعطون جزاء أعمالكم وافية. لا يظلم أحد بزيادة سيئاته ولا بنقصان حسناته. ألم يقل ربنا جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال: فمن زحزح عن النار، أي فمن نجي وأبعد عن النار فقد فاز فوزا عظيما لا خسارة بعده أبدا. وهذا الفوز العظيم هو الذي يتطلع ويتشوف إليه كل مسلم وكل مسلمة. نسأل الله تعالى أن نكون من الفائزين. هارون الرشيد كما يروى كانت له مملكة عظمى تكاد شمس العشي لا تغيب عنها. ولما جاءه الأجل المحتوم أمر بحفر قبره، فحفر القبر على جناح السرعة والفور، ثم حمل ووضع على جانب القبر، وأخذ ينظر إلى حفرتي وهو يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لقب بخامس الخلفاء الراشدين، وإن كانت المسافة شاسعة بينه وبينهم، ولكنه كان على نهجهم، كان على منوالهم، كان يسير على طريقهم، فلذلك لقب بخامس الخلفاء الراشدين. لما جاءه الأجل المحتوم أخذ يقول: إلهي، أمرتني فلم أتمر، وزجرتني فلم أنزجر، غير أنني أقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إلهي، أمرتني في كتابك، أمرتني في سنة نبيك، زجرتني في كتابك وفي سنة نبيك فلم أنزجر. يقول هذا من باب التواضع، وإلا فإنه كان رجلا وقافا عند النواهي، متفاعلا مع الأوامر. أليس هو من جمع السنة المطهرة ودونها؟ له الأجر والثواب كما الأجر والثواب لسائر من عمل خيرا لصالح هذه الأمة. ولذلك كان يعتبر نفسه مقصرا ويقول: وزجرتني فلم أنزجر،
غير أنني أقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يركز على كلمة التوحيد. لماذا؟ لأنه كان يعرف معناها ومغزاها ومقتداها. كان يعلم علم يقين ما فيها من نفي وما فيها من إثبات. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، رفضوها جملة وتفصيلا، لأنهم كانوا يعرفون مغزاها ومقتداها، يعرفون أنها تقتدي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. معاشر الإخوة، نتوجه إلى الله عز وجل أن يرحم المرحوم وأن يتجاوز عنه وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يجعله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزق أولاده وأقاربه وأحبابه وأزهاره صبر المتقين، صبر عباد الله الصالحين. نحن جميعا اللهم قونا وقوي إيماننا واحفظنا وارعانا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمن له فضل علينا ولسائر المسلمين. انصر اللهم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين واجمع به كلمة مع الحق وفتح مبين. وصلوا معاشر الإخوة على من أمرتم بالصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.